الاستقلال كان دائما تيوضع الخدمات العمومية من الأولويات ديالو، وخاصة اللي هي موجهة لفئات الهشام المجتمع، فقطاع الصحة تبقى دائما من الأولويات ديال حزب الاستقلال. والبرنامج الحالي اللي تنتعاقدوا فيه مع الشعب من أجل الكرامة، رحنا الكرامة كل لا يتجزأ بالنسبة لنا في حزب الاستقلال، وأنه القضية ديال الصحة جزء مهم جدا من الكرامة ديال الإنسان وديال المواطن، وأننا ولا بد نشجعوا القطاع الخاص بما يكفي، ولكن ما نسمحوش في القطاع العام وفي المستشفى العمومي وفي ذاك المركز الصحي ولا في العالم القروي على حساب الاخر. وخصنا ولا بد نوفروا الموارد البشريه اللازمه والادويه اللازمه، على الاقل على الاقل نرجعوا للمستوى اللي كنا فيه في 2011. كل العاملين في القطاع بجميع الفئات كيشهدوا بانه القطاع عرف واحد التطور كبير ووصل لواحد المستوى لا باس به في المده ديال الحكومه الماضيه، في لا بالنسبه للموارد البشريه، لا بالنسبه للامكانيات، لا بالنسبه للمستشفيات، لا بالنسبه للادويه والمستلزمات الطبيه اللي كانت بواحد موفره نسبيا. وكل شيء ما كاينش شي واحد اللي تيخدم في هذا القطاع من جميع فئاته اللي ما تعرفش بان هذا القطاع خاصة في السنتين الأخيرتين أو الثلاث سنوات الأخيرة عرف واحد التدهور كبير من حيث الخصص في الموارد البشرية، بحيث هناك أقسام اللي كتغلق، هناك أقسام اللي حنا اللي مسؤولين تيكونوا ملزمين أنهم يغلقوهم ولا يجمعوهم، بحيث أن هناك أطر صحية وتمريضية بالأخص اللي يمكن ما كتاخذش حتى العطلة ديالها السنوية. كاين هناك خصائص في عدة أدوية اللي ماشي ككنا ما عشناش واحد الوقت وكانت موفرة بكثرة، يمكن نقولوا بلادنا هك، ولكن عشنا كاملين واحد الفترة اللي كانت هاد الأدوية والمستلزمات الاستعجالية واللي هي أساسية كانت موفرة، وكانت حتى بالنسبة للآليات ديال الراديو ولا التشخيص ولا المختبرات كانت كلها واحد الصيانه، كانت واحد الامكانيات باش كانت الصيانه موفره ديالهم، موفره لهم سنه كامله.